أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر من الشروق نيوز، الذي سنحاول من خلاله أن ننقل لكم أجواء وصول بعثة المنتخب الكاميروني إلى أرض الوطن، حيث حلت قبل قليل بمطار هواري بومدين استعدادا لمواجهة المنتخب الوطني في إطار الدوري الأخير المؤهل إلى مونديال روسيا 2018. إذن هذه هي الصور الأولى لوصول بعثة المنتخب الكاميروني إلى أرض الوطن. الزميل جمال الدين نايف عمر حاضر هناك، أترككم مع هذه الصور. يتضح ربما أنه يتخادى الصحافة ولم يدلي بأي تصريح. خلي الامباسادور يدخل من بعد الامباسادور. إذن مشاهدينا، هذه الصور الأولى من القاعة الشرفية لمطار هواري بومدين الدولي. في هذه الصورة نرى مدرب المنتخب الكاميروني الذي يبدو أنه يتفادى الصحافة ولم يدلي بأي تصريح، المدرب إيغو بروس. نعم، أيضا السفير الكاميروني هنا بالجزائر وبعض اللاعبين الذين دخلوا في هذه الأثناء إلى القاعة الشرفية لمطار هواري بومدين، في انتظار إذا أمكن من الزميل جمال الدين يتعمل الاقتراب من بعض اللاعبين. إذن المباراة مشاهدينا ستلعب يوم الأحد المقبل بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة على الساعة 8:30 مساء في إطار الدور الأخير من التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا. دائما مع الصور الأولى التي تأتينا من مطار هواري بومدين الدولي من القاعة الشرفية، والتي يظهر فيها لاعبو المنتخب الكاميروني الذين يدخلون تباعا إلى هذه القاعة. أعطيناكم الوقت الكافي. الله يستركم. إذن مشاهدينا، يبدو أن أعضاء البعثة الكاميرونية يمتنعون عن الإدلاء بأي تصريحات حسب
ما يظهر في هذه الصورة، حيث طلب من رجال الإعلام الخروج من القاعة الشرفية في انتظار إذا ما كان بعد قليل وبعد خروجهم سيدلون نعم بأي تصريحات تتعلق بالمباراة المنتظرة والهامة جدا التي تدخل في إطار الدور الأخير من تصفيات مونديال روسيا 2018 المقررة إذن بملعب مصطفى تشاكر بالبوليدة. هذه الخرجة الهامة جدا لأشبال المدرب ميلوفان رايفاتس، مهمة نعم نقاطها الثلاث التي تبقى ثمينة للمنتخب الوطني.